معكم من جديد الى الملعب مانيكاريجا. خوان كوادرادو في اول ركله جزاء يتقدم مع ميليانو مارتينيز، والهدف الاول لكولومبيا. النجاح الاول للوس كافيتيروس لخوان كوادرادو، مع العلم أن النصف النهائي والنهائي يلعب بدون وقت إضافي أول وثاني. إذن ركلات الترجيح القاسية اللا إنسانية هي كولومبية بخوان كوادرادو رغم المحاولة لإيميليانو مارتينيز. 1-0 أو ضربة جزاء لصفر لكولومبيا. الآن الدور على منتخب الأرجنتين، والتعثير من جانب أوسبينا. ليو ميسي وجه لوجه مع أوسبينا. ليو يتقدم، ليو في الزاوية المستحيلة. النار النار تتكلم من أقدام ليو. أوسبينا على اليمين والكورة على اليسار. إذن 1-1 بين المنتخبين. البطاقة التأهيلية تلعب في هذه اللحظات الكروية. تخيلوا الآن الشوارع في الأرجنتين وفي كولومبيا كيف هو الحال للأعصاب. ثاني الكولومبيين دافيد سانشيز، قلب دفاع سبيرز توتنهام، مع إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا. واحد في مدينة برمنغهام والآخر طبعا في العاصمة لندن. سانشيز وميليانو مارتينيز هو حارس الامتياز. يفشل سانشيز، يفشل. إذن بداية أرجنتينية رائعة وقوية. العملاق يتعملق مارتينيز أمام دافيدسون سانشيز. فرحة لياندرو باريديز والتماندي والبقية. أسبقية مهمة أرجنتينية. وإيميليانو مارتينيز رائع. من هو الأرجنتيني الثاني الذي سيتقدم بعد ليو ميسي؟ إذا رودريغو دي بال نجم أودينيزي الإيطالي. دي بول، دي بول ضاعت من دي بول. تعود المياه إلى مجاريها بكل القياس. حقيقة إثارة وأعصاب. لا نريد من ضعاف القلوب أن يتوجهوا في هذه اللحظات إلى شاشة التلفزيون. هكا تشوفوا التلاعب بالأعصاب يا ناس. إهدار من سانشيز وكذلك من ديبال. ثالث الكولومبيين الآن ياري مينا. ياري مينا قلب دفاع إيفرتون الإنجليزي سيكون في حواره مع الحارس إيميليانو مارتينيز. حارس أستون فيلا ضد قلب دفاع إيفرتون. شوف الأعصاب والشد العصبي. تركيز كبير من العملاق للوس كافيتيروس. أي مصير في انتظار ياري مينا. يتقدم رويدا رويدا ياري مينا. والعملاق هو حارس الإبداع إيميليانو مارتينيز. شنو هذا؟ ما هذا يا مارتينيز؟ مستحيل تعدي الكرة. ياري مينا ينهار، ياري مينا ينهار أمام هذا الحارس المغوار إيميليانو مارتينيز. إذا كوادرادو ينجح من جانب كولومبيا، ليو ميسي ينجح من جانب الأرجنتين، ثم سانشيز ومينا. ضاع في الطريق كذلك رودريغو دي بول. الآن لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. باريديس في حوار مع أوسبينا. كيف سيكون المصير في ظل هذا الوضع المرير لكولومبيا؟ الآن يتقدم باريديس والجول. ينجح باريديس والأرجنتين في تاريخ شبه مفتوح بفضل إيميليانو مارتينيز. إذن هدفان من جانب الأرجنتين، ركلتان ناجحتان. دي بول يخفق من جانب كولومبيا. فقط نجاح لكوادرادو مقابل إخفاق لسانشيز ومينا.
ميغيل بورخا. ميغيل بورخا سيتقدم للتصويب. تهاني ليو ميسي لياندرو باريديس. إذا ميغيل بورخا أمامنا 28 عام لاعب جونيور الكولومبي حيرة كولومبية في تاريخ مسدود يا ولدي. هدف على ميليانو مارتينيز مرة أخرى ويتصدى لركلة الجزاء الثالثة. يتقدم بورخا ميغيل ما رحموش ميغيل بورخا. تصويب ناري من لاعب جونيور الكولومبي في وسط الشباك. إيميليانو مارتينيز لعب فيها. تعود الأماني للكافيتيراس. ننتظر الرابع الأرجنتينيين. من سيكون باختيارات ليونيل سكالوني؟ لويس دياز يشحن المعنويات. لوتارو مارتينيز نجم انترناسيونال الايطالي. لوتارو مارتينيز اخفاق وحيد لحد الان من جانب الارجنتين لرودريغو دي بول. لوتارو الهداف القناص في انتظار دافيد اسبينا. يتقدم مارتينيز في الزاوية 91 وليس في 90 فقط، في الزاوية 91. شوف لوتارو مارتينيز وفرحة ليو ميسي. ميسي يريد دوري رابع يا سادة يا كرام. هاو المخرج يركز ويتبعني. الأرجنتين إذا انطلاقا من هذه الكرة الخامسة. إذا يضيع كولومبيا الأرجنتين رسميا يوم 12 يوليو القادم في مواجهة البرازيل. إدوين كاردونا عنده كرة البطاقة التأهيلية الأرجنتينية. إدوين كاردونا يتقدم. كاردونا وهكذا يفعل المنتخب الأرجنتيني ويترشح إلى الدور النهائي لكوبا أمريكا بفضل ثلاثة ضربات جزاء اتصدينا إيميليانو مارتينيز. مبروك لعشاق المنتخب الأرجنتيني وحظ أوفر لعشاق منتخب كولومبيا. دموع الفرح في بوينس آيرس، في كوردوبا، في روزاريو، في كل أرجاء الدولة الأرجنتينية. هذه هي الأحلام الأرجنتينية لملاقاة البرازيل في نهائي خرافي، في نهائي فلكي. هذه هي الأرجنتين مرة أخرى تقصي كولومبيا بركلات الترجيح اللا إنسانية. برافو، انتصار كبير. يسجل الحارس إيميليانو مارتينيز اللي يتصدى لثلاث ركلات ترجيح. نار 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 في حراسة الأرجنتين. أترككم مع هذه الصور الجميلة مشاهدينا الكرام والفرحة الأرجنتينية بقيادة ليو ميسي وإيميليانو مارتينيز. بعد هذه اللقطات أكيد الصورة والصوت تنتقل إلى الزميل الأخضر بريش.